مساء الخير، يسعد مساكم. في يوم من الأيام قررت أنا وصديقاتي نزور صديقتنا في لحي، ونحن في الباص طبعاً أني كنت جالسة جنب الشباك وتعرفوا مع الهواء وده، جلست أفكر أفكر وأفكر، وفجأة كذا بدون سابق إنذار أقول للبنات بلادنا حلوة. لفتوا لي قالوا آه مالك؟ قلت لهم والله بجد بلادنا حلوة. قال طب إيش اللي خلاك تقولي الكلام ده؟ قلت لهم والله كنت جالسة أفكر بمشاريع التخرج، يوم ناقشنا المشاريع ومشاريع الطلبة، يعني ما شاء الله ما كنت متوقع أنه في ناس بيبدعوا بدي الطريقة مشاريع. أنا أذكر كنت زمان أقول والله يا ريت لو هذه الحاجة تحصل، يا ريت لو كان عندنا ذا الشيء، يعني كنت أحلم بذا الشيء، وسبحان الله الحلم صار حقيقة. نحن قادرين نفكر، قادرين نبدع، بس ناقصنا شيء واحد. إيش ناقصنا؟ ناقصنا حد يسمعنا. أيوة نحن نشتي حد يسمعنا، حد يقول إيش معاكم أنتم الجيل الجديد، إيش أفكاركم، إيش الحاجات اللي بتقدموها للمستقبل. والمهم جلسنا طول الطريق ونحن سين وجيم بدا الموضوع. لما وصلنا لا لحق، وبطريقنا البيت البنت قزعنا جنب مستشفى، ومن بعيد أقول البنت شوفوا فيه كأنه رجال عجوز جالس عن باب المستشفى، أو قلت لهم كأنه حزين ويأسان. قالوا لي طبيعي، يعني واحد جنب مستشفى أكيد بيكون أحد من أهله مريض أو هو تعبان. قلت لهم لا والله أني حاسد الرجال في بشي، خلونا نسأله. قال لي خلاص بطلي طبازة كفاية. قلت لهم لا أنا بروح عنده وبكلمه. رحت لعنده أقول له سلام يا عم، خير فيك شيء؟ تعبان؟ طب أدخلك المستشفى؟ بعدين قلت له طب ليش ما أجا ابنك معك؟ أول ما قلت للرجال ليش ما أجا ابنك معك، الرجال بدأ يبكي. طب أنا استغربت خير يا عم فيك شيء طيب؟ بعدين بدأ يقص لنا قصته، قال إنه ابنه مريض معه مرض خطير، والدكتور المسؤول عن علاجه قال له أنا إن شاء الله بحاول أعالج ابنك، وإذا ما قدرنا هنا منسافره لبرا. والرجال يقول نحن حالتنا صعبة، يلا أني أقدر أعالجه في البلاد. قلت له طب إن شاء الله زي ما قال الدكتور تقدر تعالجه وأنت في البلاد هنا. قلت له تمام. قال بس الآن ابني تعب بالليل، وأول ما جبت الصباح نشتي الدكتور هذا المسؤول، قال شوف الدكتور اليوم مش موجود، معه مناوبة في عدن في مستشفى الصداقة. قلت له طب كيف ابنك الآن؟ قال الآن مددوه وجابوا له أكسجين. قلت طب الدكاترة الموجودين ليش ما أعطوه علاج أو فحص أو داء؟ قال الدكاترة نحن مش قادرين نتعرض، سبحان الله نعطيه حاجة والدكتور كتب شيء لأن حالته خطيرة. فلفتوا لي البنات قال لي إيش قلتي؟ بلادنا حلوة. قالوا فين الحلاوة وأبسط حقوق المواطن مش محصلها. الكلام ده كان كأنه طعنة في صدري، يعني أنا فكرت بشيء وسكت صراحة. فقلت لهم لحظة دقيقة، قلت للعم فين ابنك خليني أشوفه. دخلنا المستشفى شفت الابن، وبجد يعني حالته كان تقطع القلب. وانتظرت برهة كده أفكر، كان معي آيباد، خرجت الآيباد اتصلت بسرعة لحسن حظي أن خالي يشتغل في مستشفى الصداقة. اتصلت بخالي برنامج الإيمو، قلت له يا خال ممكن الدكتورة الفلان تعطيني أكلمه ضروري؟ قل لي خير يا بنتي في شيء؟ قلت له أعطيني ضروري الآن مش وقت الأسئلة وأنا بفاهمك بعدين. المهم وصلني للدكتور، أكلم الدكتور، فتحت صوت وصورة الفيديو برنامج الإيمو. قلت له يا دكتور تعرف هذا الولد؟ قال لي أيوة أعرفه وأنا المسؤول عن علاج. قلت له هي دكتور ذا الولد أمس تعب وأقل يوم يشتيك وأنت مش موجود. بعدين الدكتور قال وأنا كنت يعني منتظرة تقولي الحالة عشان أخذ له الفحص المعين. قال لي طب ممكن أعطيني صاحب المختبر أكلمه؟ وديت الآيباد لصاحب المختبر، قال له ممكن لو سمحت تأخذ له الفحص دا ودا ودا. المهم هو عرف يتواصل مع صاحب المختبر وأخذ له الفحوصات، وقال أول ما تطلع النتيجة أرسلوا لي. رسل له النتائج وكتب له علاج، والحمد لله اليوم انحلت مشكلة العم صالح. طيب وانتي كلنا نواجه دي المشاكل، اذ اليوم انا سبحان الله كده قلت لي الفكرة، فكرت دي الطريق اني اخرج ايبادي واتصل واتواصل مع الدكتور. طب يمكن حد ثاني ما يفكر بدا الشيء، طب ايش نصلح؟ متى تنحل هذه المشاكل؟ هذه تعتبر مشكلة ان الدكتور ما يكون متواجد، هذه مشكلة. وكمان لما يطلبوا ان نكمل علاج في الخارج برضو دي مشكلة. في شخص عنده القدرة انه يسافر برا ويعالج، بس في اشخاص يلا انهم يعالجوا ابنهم في البلاد، فما بالك انه يسافر الى بلاد برا. طيب لما متى هذه المشاكل؟ ايش الحل؟ طيب لما متى؟ بس اليوم الحل وصل، نحن ما نقولش الاخضر وصل، اليوم الحل هو اللي وصل. طب ايش هذا الحل؟ الحل
إن نحن نصلح همزة وصل بين ومن ومن؟ همزة وصل بين الأطباء، سواء بينهم البين داخل منطقة نفسها، يعني بين لحق وعدن، أو كمان ممكن نتطور نعمل همزة وصل بين الأطباء اللي موجودين في اليمن مع الأطباء اللي موجودين في الخارج. طب كيف ذا؟ كيف نعمل لهم همزة وصل؟ عن طريق إيش؟ عن طريق عيادة إلكترونية، غرفة عمليات. أوه، غرفة عمليات، إيش دي غرفة عمليات؟ لا لا، مش قصدي داني، كمان مش قصديها على هذه الغرفة، مش قصدي غرفة عمليات الجيش، ولا غرفة عمليات الأمن، ولا غرفة عمليات في مكتب تأمين الحج. كل اللي قصدنا عليه أن تكون غرفة فيها مجموعة أجهزة وفيها دكاترة، اللي هي غرفة العمليات، تكون عبارة عن مكان، في هذا المكان ينسق فيه جهود متعددة، وكمان يكون همزة وصل بين العاملين في الميدان والعاملين في المؤسسات والمراكز. أحياناً بعض الأطباء يعملوا نزول ميداني لمنطقة معينة، ويكون الأطباء موجودين في المستشفيات، فهم محتاجين أنهم يتواصلوا مع بعض عشان مثلاً يحلوا مشكلة أو بعض الاستشارات. فعن طريق هذا البرنامج وهذا المشروع تتسهل هذه الأمور. وكمان من أهمية هذه الغرفة مواجهة الظرف يتطلب تعاون من عدة جهات. أحياناً كمان أن الشخص يحتاج أنه يستشير طبيب آخر عشان يحل مشكلة ويواجهوا حالة طارئة أو مستعجلة، مثل قصة ابن العم صالح، كان حالة طارئة ومستعجلة والدكتور مش موجود، فبواسطة أن برنامج واتصال انحلت هذه المشكلة. أكيد الأشخاص اللي بيكونوا موجودين في الغرفة لازم يكونوا مؤهلين لحاجة. أول شيء لازم يكونوا مدربين تدريب يسمح لهم أنهم يديروا هذه الغرفة ويتمكنوا من أما يواجهوا أي مشكلة طارئة أو مستعجلة. وكمان وأهم شيء لهم القدرة، لهم السلطة أنهم يتخذوا القرار، مش أي واحد بيجي يتخذ قرار أو أنه يمسك هذه الغرفة. طيب كيف بتعمل هذه العيادة الإلكترونية؟ نحن بنصلح رابط بين المستشفيات. كيف بنربط بين المستشفيات؟ نفس القصة اللي عملناها مع العم صالح، أننا نحن اتصل، نحن موجودين في منطقة والدكتور في منطقة، عملنا اتصال عن طريق عمل مؤتمر بأحد وسائل التواصل الاجتماعي، يجري مكالمة فيديو لتشخيص أي حالة معينة أو طلب استشارة. فالعيادة الإلكترونية بيكون فيها أدوات، أطباء ذو خبرة وكفاءة، مبرمجين الآي تي، أجهزة كمبيوتر وشاشات كبيرة، نظام تحديد المواقع الجي بي إس، وأيضاً وأهم شيء كمان مع الإنترنت فضائي عشان تكون السرعة عالية. ومن الأشخاص اللي بيكونوا متواجدين في دي العيادة؟ اللي مثل ما قلنا الأطباء. هذه العيادة بتقدم حلول وخدمات، من هذه الخدمات تشخيص الحالات عن بعد، بيتم تشخيص حالة مرضية عن بعد، كمان مثل قصة العم صالح أنه ابنه كان في لحق وقدر يتواصل مع الدكتور في عدن وقدروا يعملوا تحاليل عشان يوصل لعمل حل معين، وكمان استشارات الأطباء فيما بينهم البين، وتواصل الأطباء داخل البلاد وخارج البلاد. نحن قادرين نفكر، قادرين نبدع، قادرين نخترع. طيب خلاص لازم ننطلق، نحن عندنا القدرة، مش ناقصين حاجة، معنا عقل يفكر. مادام أنا اليوم قدرت أفكر، قدرت أعمل ربط، إذا أنا قادرة أنطلق، قادرة أبدع، وقادرة أنفذ الحاجة اللي أنا فكرت فيها. شكرا.